قيل يخرج الدجال من المشرق من خراسان من يهودية أصبهان، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة، فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. فيدعي المسيح الدجال أنه الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويعطيه الله من القدرات ما يفتن به الناس. فمن هذه القدرات سرعة الانتقال في الأرض، فسرعته كالغيث استدبرته الريح، يجول في أقطار الأرض جميعها إلا مكة والمدينة، كما قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. ويعطيه الله جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار. ويستعين الدجال بالشياطين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك تشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. أما عن أوصاف المسيح الدجال فقد جاء وصفه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الدجال في الرؤيا فقال: رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة نافية، وفي رواية عنبة طافية. رواه البخاري. وفي حديث آخر: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. أتباع المسيح الدجال. إن أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناس، غالبهم الأعراب والنساء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. واسم الدجال عند اليهود المسيح بن داود، وهم يزعمون أنه يخرج آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار، وهم يزعمون أنه آية من آيات الله يرد إليهم الملك. وأما عن كون أكثر أتباعه من الأعراب فلأن الجهل غالب عليهم، وذلك لما جاء في حديث أبي أمامة الطويل، وفيه قوله: وإن من فتنته، أي من فتنة الدجال، أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم أشهد أنك ربي. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. وأما النساء فحالهن أشد من حال الأعراب لتأثرهن وغلبة الجهل عليهن، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل يرجع إلى حميمته وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إلى الدجال. أما عن المدة التي يقضيها الدجال في الأرض فقد سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم عن المدة التي يمكثها المسيح الدجال في الأرض، فقالوا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم.
قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنه، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، أقدروا له قدره. وفي هذا الحديث لنا وقفة، فتأملوا معي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه رضي الله عنهم بأن الدجال سيمكث 40 يوما، منهم يوم كسنة، إذا بالصحابة رضي الله عنهم يسألونه عن الصلاة ويقولون: أتكفينا فيه صلاة يوم؟ فهذا الذي يشغلهم، وذلك أن الدين هو قضيتهم الأولى والأخيرة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ولقد حرم الله جل وعلا على الدجال دخول مكة والمدينة، فإذا عجز الدجال عن دخول مكة والمدينة فلا بد أن يخرج إليه المنافقون حتى يتبعوه. ولذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية خروج المنافقين من المدينة المنورة، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج إليه منها كل كافر ومنافق، ويخرج معهم رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول له الدجال: أوما تؤمن بي؟ فيقول الرجل: أنت المسيح الكذاب. فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم. فيستوي قائما، ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول: أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنه قذف إلى النار، وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وبعد خروج الدجال وإفساده في الأرض، يبعث الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام، فينزل إلى الأرض، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في الشام، وعليه مهرودتان، أي ثوبان مصبوغان، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فينزل عليه السلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق، وتكون مجتمعة لقتال الدجال، فينزل وقت إقامة الصلاة، ويصلي خلف أمير تلك الطائفة. فإذا تواجه المسلمون وعيسى عليه السلام مع الدجال واليهود، نظر إليه عيسى عليه السلام، فإذا بالدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا، فيقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها. فيدركه عند باب لد الشرقي، فيقتله بيده حتى يريهم الدم في حربته، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل ليتوارى به يهودي إلا أنطق ذلك الشيء. لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق، إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعال اقتله.